مساء الخير يا دكاترة، عاملين ايه؟ انا دكتورة داليا. انا عارفة ان الوضع دلوقتي صعب والدنيا مش اسهل حاجة ان احنا to study from home، ولا اسهل حاجة عليا to record، يعني it's my first time برضو. فربنا معانا يا رب، احنا مضطرين يعني نعمل الكلام ده، بس خير ان شاء الله. معلش نحاول نيجي على نفسنا شوية ونحاول نعمل اللي علينا شوية، وان شاء الله كل الدنيا هتتظبط والوضع ده يعني يخلص على خير بإذن الله. أنا هتكلم معاكم عن الإنعامل، احنا هنتكلم عن الداتا شو بتاعتنا السلايدز، ونحاول نشرح كده ونظبط الحاجات مع بعض. طيب الإنعامل ده it's a heart tissue، بيتكون من 96% by weight inorganic content، only 4% organic content and water. فبقدر اشوف الانامل ده في ground sections under microscope، لكن ما بقدرش اشوفه في decalcified sections. طيب حلو قوي، ناخد فكرة بسرعة عن ground sections with decalcified sections. الground section ده بعمل grinding للتيشو بتاعي واقطعه في thin sections عشان اقدر اشوفه under microscope، ودي الطريقة اللي بشوف بيها الانامل. وما decalcified sections ان انا بعمل decalcification او بسحب المينرال كونتنت او الانورجانيك كونتنت او الكالسيوم من التيشو، وبعدين اقدر اشوفه اندر مايكروسكوب واعمل له ستيننج باتش ان اي. طب ليه مش هينفع الكلام ده مع الانامل؟ انا لسه قايله ان هو 96% باي ويت انورجانيك كونتنت، فلو عملت له ديكالسيفيكيشن عشان اشوفه في ديكالسفايد سكشنز مش هيتبقى لي تقريبا حاجه اشوفها، فبيبقى مديني شكل انامل سبيس. اوكي، بالنسبه بقى للسوفت تيشوز زي البالب، لا دي لما بشوفها في ground section مش بقول عليها pulp، بقول عليها pulp space، لان grinding هي ما بتستحملوش ال pulp، فاللي بيحصل بتتحرق، هتسيب لي مكانها space faulty، فبقول عليها pulp space. pulp طبعا بشوفه بس في decalcified sections ان هو مش بيستحمل ال grinding زي ما انا لسه قايل. اوكي طيب نكمل. طيب نشوف مع بعض السلايد دي. دي longitudinal section في التوث، عندي الجزء البراون ده الانامل، والتحتي ده الدنتين، واللي بيفصل ما بينهم هنا ده الدنتينو انامل junction. هلاقي عندي dark bands، الخطوط دي بقول عليها incremental lines of radius او brown stria of radius، دي incremental lines بتاعت الانامل. incremental lines دي بتدينوت ايه؟ دي بتدينوت ال weekly rate of formation of enamel by ameloblasts. تمام، نيجي للسلايد دي. عندي dark او accentuated line بقول عليه neonatal line. ال neonatal line ده عبارة عن one of the lines of the incremental lines got accentuated. اوكي، بيفصل ما بين البرينيتال انامل والبوستنيتال انامل. يعني ايه برينيتال؟ يعني الانامل formed before birth، بوستنيتال انامل formed after birth. فالنيونيتال لاين ده بيفصل لي ما بين البرينيتال انامل والبوستنيتال انامل، ومين الاحسن؟ طبعا هو البرينيتال انامل، لان بيكون عندي before birth stable conditions و stable nutrition، فده بيحسن الديفلوبمنت بتاع الانامل. تمام، برضو longitudinal section، ادي ده كده الانامل وده الدنتين، واللي ما بينهم السكالوبينج ده هو الدنتينو انامل junction، شكله scalloped، الاريال concave ناحية الانامل والconvex ناحية الدنتين. والbrown lines الموجودة هنا هي brown stria of radius او incremental lines of radius، اهو incremental lines of radius دنتينو انامل جونكشن. في السلايد دي يا دكاترة عندي برضو الجزء البراون ده هو الانامل، السكالوبينج اللي موجود اللي فيه كونكافيتي كونفكستي ده الدنتينو انامل جونكشن اللي بيفصل ما بين الانامل والدنتين. الجزء الكونكيف دايما هو اللي ناحية الانامل، والكونفكس ناحية الدنتين. بالنسبة للدارك لاينز الموجودة عندي في الانامل دي البراون ستريا اوف ريديوس او انكريمنتال لاينز اوف ريديوس. عندي هنا دي short increments أو cross striations of enamel، دي بدي نوت ايه؟ بدي نوت daily formation of enamel
باي اميلوبلاستس. نيجي للسلايد دي. ايه المنظر ده؟ ده الانامل سبندل طالع من الدنتينو انامل جونكشن. عندي الجزء اللي فوق ده هو الانامل، والجزء اللي تحت اللي فيه لاينز سودا ده الدنتين، والانامل سبندل هي الجزء اللي طالع من الدنتينو انامل جونكشن. ايه الانامل سبندل دي؟ الفكرة عندي ان الاودونتوبلاستيك بروسس بتاعت الاودونتوبلاست ممكن يحصل لها انترابمنت جوه الانامل قبل ما يحصل له كومبليت مينراليزيشن وهاردنس، فجزء منها يبقى انترابت، فبقول عليه ساعتها الانامل سبندل. طبعا دي هايبوكالسيفايد ستراكشر ولا هايبركالسيفايد ولا انكالسيفايد؟ لا دي انكالسيفايد، ما فيهاش اي نوع من انواع الكالسيفيكيشن. دي جزء من السوفت تيشو اللي هي الاودونتوبلاست. اهو هنا نفس الكلام، انامل سبندل طالع من الدنتينو انامل جونكشن ناحيه الانامل، نفس الكلام انامل سبندل طالع من الدنتينو انامل جونكشن ناحيه الانامل. نيجي بقى للسلايد دي. الجزء البراون طبعا الانامل، والجزء اللي فيه لاينز بلاك ده الدنتين، وما بينهم الدنتينو انامل جونكشن. طالع عندي هنا ستراكشر تاني من الدنتينو انامل جونكشن اسمه انامل توفت. شكله عامل ازاي؟ هو جراس لايك ستراكشر هايبوكالسيفايد، يبان لي زي ما يكون طالع من بوينت واحده من الدنتينو انامل جونكشن، بس الحقيقه ان هما كذا لاير بس ليهم ديفرنت directions with different planes، فبيبان لي منظرهم ان هما grass like structure. عندي structure تاني هنا hypocalcified، بس المرة دي هو طالع من بره من الانامل towards الدنتين او الدنتينو انامل junction. ده الstructure الوحيد اللي خارج من الانامل towards الدنتينو انامل junction او الدنتين، بقول عليه انامل لاملة. عندي من الانامل لاملة تلات انواع، انامل لاملة type A وانامل لاملة type B وانامل لاملة تايب سي. تايب اي دي بقول عليها ترو انامل لاملة، ده ما قلت كلمة ترو يعني اتس ديفلوبمنتال، يعني نتيجة مشكلة حصلت وقت الديفلوبمنت. فانامل لاملة تايب اي بيحصل مايلد ستيمولس للانامل وقت الديفلوبمنت، فبيعمل لي الهايبوكالسيفايد ستراكشر ده. It doesn't extend to the dentine or the dentine enamel junction، لا بيبقى اخرها جوه الانامل، ما بتعديش الدنتينو انامل junction. وعندي نوع تاني اللي هو انامل لاملا تايب بي وسي، دول بقى الاثنين حصل مشكله سيفير ستيمولس، بس بي بيفور ايربشن وسي افتر ايربشن. طبعا السيفير ستيمولس لما بتحصل بيفور ايربشن اللي هيدخل جوه الكراك بتاع الانامل لاملا او الجزء الهايبوكالسيفايد ده سيلز من الانامل اورجن، بس افتر ايربشن في انامل لاملا تايب سي بيدخل ممكن عندي سلايفا او بلود او اي حاجة موجودة عندي في الاورال كافيتي. طبعا سهل قوي ان يحصل كارز من خلال انامل لاملة دي. بالنسبة لتايب بي وسي ممكن هما الاثنين يعدوا الدنتين وانامل جونكشن ويوصلوا للدنتين. في السلايد دي الجزء اللي موجود عندي فوق ده هو الانامل، اللاينز اللي موجودة عندي فيه البراون لاينز دي هي الانكريمنتال لاينز اوف ريديس. الجراس لايك ستراكشر طالع من الدنتين وانامل جونكشن ده الانامل تافت. الستركتشر الوحيد اللي خارج من الاوتر لاير بتاع الانامل من الانامل من بره وداخل جوه للدنتينو انامل جونكشن والدنتين ده الانامل لاملا. نيجي بقى في السلايد دي. عندي منظر ويفي كورس للانامل رودز، it gets twisted and braided تتضفر وتلف حوالين بعضها عشان تزود من السترينث بتاع الانامل. المنظر ده بقول عليه gnarled enamel. بشوفه فين؟ بشوفه under incisal edge و under cusps في posterior teeth عشان يزود لي من strength بتاع الانامل في الاريز دي. ادي هنا منظر للgnarled enamel في الصورة اللي على الشمال دي تحت incisal edge، وفي الصورة اللي على اليمين دي تحت cusp في posterior teeth. نيجي بقى للسلايد دي. دي hunter sugar bands. ايه الhunter sugar bands دي؟ These are alternating dark and light bands. بتبدأ منين؟ تبدأ من عند الاميلودنتينال junction اللي هي دنتينو انامل junction، وبتخلص فين؟ shortly before the outer surface of enamel. طيب المنظر ده structural phenomena ولا optical phenomena؟ No, it's not structure. ده مش structure في الانامل، ده optical phenomena يعني phenomena ضوئية. بتحصل ازاي؟
بتحصل لما اجي ابص على الانامل اندر مايكروسكوب، بس اندر حاجه اسمها اوبليك ريفلكتد لايت. نتيجه الويفي كورس بتاع الانامل رودز بيبان لي منظرها alternating dark and light zones. نفس الكلام برضو هانتر شريجر بانز alternating dark and light bands، بدأ برضو من الدنتينو enamel junction و ends shortly before the outer surface of the enamel.